يعني ازاي ممكن حد حقق نجاحات وبطولات واصبح سوبر ستار مع الكيان ده ويتكلم عنه كده في يوم من الايام؟ هقول لحضرتك حاجه عشان الناس ما تفتكرش ان احنا بنقول ان النجم ما كانش له دور في النجاح او ان الاهلي صاحب فضل عليه وهو مش شريك في النجاح. لا، هو شريك في النجاح. كل لاعب لعب للنادي الاهلي ونجح واصبح ستار كان هو مع جماهير الاهلي، مع كيان هذا البيت الكبير، حقق حاله نجاح وحاله يعني ميوتوال سكسس، نجاح متبادل من الاتجاهين. له حساباته وله قيمته عند الجمهور ولو يعني، عشان دايما النجوم بتقول ما احنا لو مش كويسين ما كناش نجحنا وما كانش الاهلي تمسك بينا. وده صحيح، هم لهم دور في نجاحات الاهلي والاهلي صنع اسمائهم ونجوميتهم وشهرتهم بفضل الله سبحانه وتعالى. مع كل الاحترام للامكانيات دي ومسيره كل النجوم دول، ازاي الشخص اللي احنا محترمين قدراته تماما بعد ما حقق كل النجاح ده في يوم الايام مع النادي الاهلي واصبح جزء من تاريخ وذكريات هذا الكيان الكبير جدا النادي الاهلي يقدر يتكلم عليه بالشكل ده؟ شيء مش مفهوم. بتبص على الشخصيه. بص على الشخصيه، مش عاوز ادخل في مساله ابن النادي وش ابن النادي، ما عادش عندي الكلام ده. ممكن يجي واحد يعمل لك شخصيه، يبقى عنده شخصيه ترتب يعني تلقاه راكب معاك، ممكن يتعرض لكثير موقف لكن ما يتكلمش. هل الكلام ده احنا بنطالب يعني بالملائكيه؟ لا، كل ما كان في مشاكل، عشان بس ما حدش يدعي يعني، كل ما كان في مشاكل وفي مواقف في الكوره فيها كل شيء، كل العالم ده كل العالم كده يعني، ما فيش يعني مش يعني الواو يعني الدنيا اللي بتتكلم. بس هي ايه الحته اللي تعباهم قوي؟ حته المبادئ. لازم تلاحظ الحته دي، الكلام كله ايه مبادئ الحته دي اللي انت ايه بتتكلم عنها. انا عاوز اهدها لك بقى، من عاوز اهزك فبهزك ازاي؟ فاقعد العب لك على الكلام ده عشان النشء الصغير اللي طالع يسمع، يبدا يبقى عنده يبقى انا كده بعمل له هزه يعني، اقول له ايه ده مشوا طار ولا سمع شو. طب حضرتك ما تقول الحقيقه، ما تقول الحقيقه انه كابتن فريق اتعرض عليه واحد اثنين ثلاثه، وده ما بتحصلش في اي مكان في العالم. يعني لما يجي يعني لما يعتزل مثلا رونالدو ولا ميسي، يمكن برشلونه يعرض عليه نعمل لك ونبي واحد اثنين ثلاثه واربعه بس، ونبي ما تروحش حته كويس.